تحية طيبة أعزائي، راح أتحدث عن أفضل الأبراج لعام 2021 بالجانب العاطفي. وأعزائي لما نتحدث عن العاطفة لا أقصد العلاقة بين الرجل والامرأة أو بين الزوج والزوجة، أتحدث عن العاطفة بمعناها العام الشمولي، يعني التصالح يدخل في مجال العاطفة، العلاقة بين الأم وابنها يدخل في جانب العاطفة، العلاقة بين الأخوة بين الأخوات، العلاقة بين الرجل والامرأة، يعني الحالة العامة للعاطفة. وهنا قبل كل شيء علينا أن نميز ما بين الجانب العاطفي والجانب الرومانسي. اللي يتحكم بالجانب العاطفي هو كوكب الزهرة فينوس، أما اللي يتحكم بالجانب الرومانسي فهو القمر. فبالتالي علينا أن نفرق ما بين الاثنين. يعني الإنسان تجي إلهامات معينة أو تجي فت أحاسيس مشاعر يحب أن يكون رومانسي أكثر، يتحدث بالأمور الحب وما إلى ذلك في فترة الليل. يعني صعب جدا أن نلقى شخص مثلا يتغازل مع حبيبته تحت ضوء الشمس مثلا. شوف أكثر شيء حالات الغزل، حالات الرومانسية تكون في فترة الليل. لكن وهنا راح اللي يأثر عليه هو القمر. لكن بالنسبة إلى العاطفة الحالة مختلفة. العاطفة ممكن الإنسان يتصالح مع حبيبته، هذا جانب عاطفي، هذا مو بالضرر أن يكون في الليل، ممكن يكون في فترات الصباح، ممكن يكون تحت ضوء الشمس. العاطفة هي العلاقة ما بين الأخوة والأخوات، العلاقة ما بين الرجل والإمرأة أيضا اللي يدخل في جانب العاطفة بعيدا عن الرومانسية يأثر عليه كوكب الزهرة أو فينوس. من خلال القراءة للخارطة الفلكية لعام 2021 كوكب الزهرة يتواجد في كل الأبراج ويتراجع في برج واحد. طبعا ظاهرة التراجع هي ظاهرة سلبية على الجانب العاطفي، يتواجد في كل الأبراج بفترة ما بين 23 إلى 25 يوم في كل برج. لكن في برجين يكون كوكب الزهرة استثنائي وراح يتواجد بفترة أطول من الأوقات اللي يكون بها بالأبراج الأخرى. في برج القوس كوكب الزهرة راح يبقى 37 يوم في عام 2021. وبالتالي برج القوس راح تكون عندهم الحظوظ العاطفية الأكبر من خلال الأيام الأكثر لتواجد كوكب الزهرة في برج القوس، وعليهم أن يستغلون هذه الفترة العاطفية في التصالح، في تقوية العلاقة مع الطرف الآخر، في الخطوبة، وممكن حتى في الزواج. إضافة إلى هذا راح نجد البرج الآخر اللي هو برج الجدي راح يتواجد كوكب الزهرة أو يبقى كوكب الزهرة في برج الجدي 67 يوم، وهذه حالة أقدر أسميها استثنائية. يعني كوكب الزهرة ما يبقى في برج بهذه الفترة الطويلة، لكن راح يتواجد كوكب الزهرة في برج الجدي 67 يوم، وبالتالي يكون برج الجدي يتصدر أفضلية الأبراج على الجانب العاطفي لعام 2021. بالمقابل كوكب الزهرة أيضا يتراجع في برج الجدي 13 يوم فقط، وراح تكون في نهاية السنة يعني نهاية 2021. هنا أنا نصيحتي إلى مواليد برج الجدي عليهم استثمار الفرصة. برج الجدي هذه السنة هو من الأبراج الناجح على الجانب المالي. أتمنى أن يستغلون الفرص بالجانب العاطفي لأنه هو من أفضل الأبراج عاطفيا. ومكوث الزهرة راح يكون 67 يوم، يعني تقريبا أكثر من ضعف المدة اللي يمكث بها في كل برج آخر عدا الجدي. بالدرجة الثانية راح يكون مواليد برج القوس عليهم أيضا أن يستفيدون من تواجد الزهرة باستغلال الفترات العاطفية الجيدة في المجالات المتعددة. تحياتي، تقبلوا فائق مودتي، وهذه أجمل وردة.